معنى تناسخ الأرواح؟ معنى تناسخ الأرواح أن الشخص إذا مات انتقلت روحه إلى فلان، انتقلت روحه إلى فلان. فمثلا شخص يكون معروفا بالبطولة ومات، قال انتقلت روحه إلى فلان الآخر الحي، وهذا ليس بصحيح. فكل شخص له روحه، وما أنزل الله بهذا بالسلطان، ولا الروح يعذب مع الجسد أو ماذا يعني يكرم مع الجسد، فهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. وقالت به النصيرية. نعم.